نقرأ في كتب الفقه عن الطلاق الرجعي والطلاق البائن والبينونة الصغرى والبينونة الكبرى، نود التوضيح. الطلاق الرجعي ما كان بعد الدخول وكان للمرة الأولى أو الثانية ولم تنتهي العدة ولم يكن خلعا أي على مقابل، وحكمه جواز رجوع المطلقة ما دامت في العدة، فإذا انتهت فلا بد من عقد جديد مستوف للأركان والشروط المعروفة. والطلاق البائن نوعان: النوع الأول بائن بينونة صغرى، وهو ما كان قبل الدخول، وهذا ليست له عدة ولها أن تتزوج غيره مباشرة، وإذا أراد المطلق أن يعيدها إليه فلا بد من عقد جديد مستوف للأركان والشروط. ومن البائن بينونة صغرى الطلاق الرجعي إذا انتهت العدة، وكذلك الطلاق على مال وهو الخلع. والنوع الثاني من البائن هو البائن بينونة كبرى، وهو الطلاق المكمل للثلاث، لا تعود إليه المرأة إلا بعد زواج آخر مع دخول الزوج الجديد بها، كما قال تعالى: فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالمرتان الأوليان طلاقهما رجعي، والمرة الثالثة طلاقها بائن بينونة كبرى، والله أعلم.